في إطار التأكيد على دور الرياضيين في الأزمة التي تمر بها مصر منذ ثورة 25 من يناير، قاد النادي الأهلي وقناته حملة كبيرة للتبرع بالدم لصالح مصابي مظاهرات ميدان التحرير. الحملة بتاعت النهاردة دي حملة من ضمن مجموعة حملات في حدود 8 أو 9 حملات رتبتها قناة النادي الأهلي عشان نقدم جزء من نجوم القناة والعاملين في القناة، كل زمايل العاملين، جزء بسيط لا يذكر ولا واحد من المليون ولا واحد على مليار من التضحيات اللي تمت من لشهداء ومصابين لهذه الثورة. لاعبو النادي الأهلي فضلوا عدم الإدلاء بأي تصريحات خلال حملتهم للتبرع بالدم، على الرغم من الانتقادات الكبيرة التي وجهت للرياضيين في مصر مؤخراً لعدم مشاركتهم في الثورة. علشان نقول ميدان التحرير هو الدور الوحيد للقيام بالثورة أو المشاركة في الثورة، لا، لأن كان في دور تاني قام به الشعب المصري كله في حماية مصر، ده كان دور مهم جدا وتمثل فيه اللجان الشعبية بعد غياب الأمن، فبالتالي كان يجب أن الشعب يساعد القوات المسلحة، لأن برضو القوات المسلحة كانت مشكورة وقايمة بدورها وأكتر من دورها في حماية أمن الشعب. الرياضيون على مختلف انتماءاتهم وتخصصاتهم أكدوا على الدور المهم للرياضيين خلال المرحلة المقبلة عقب نجاح الثورة المصرية. الرياضة ما وقفتش بدورها الأمثل في هذه الثورة، خلينا واقعين، بعض الأسماء القليلة اللي ربما البعض ساعتها سابق الأمواج علشان يركب سفينة الثورة علشان ما يتقالش عليه إنه مع النظام القديم، وبعضها ركب سفينة الثورة من بدري علشان فعلا هو بيبحث عن التغيير. منتخب مصر وأنا واحد من كنا موجودين مع الجمهور بنستطلع آرائهم في ميدان التحرير، كانوا بيقولوا هو فين منتخب مبارك وليس منتخب مصر. النهاردة الرياضيين بقى ليهم دور عقب هذا التغيير، سواء المنتخبات المصرية، اللاعبين الدوليين، الحكام الدوليين، لأن هم النهاردة هيسافروا وهيلتقوا وهتوصلهم إيه الناس هتسألهم في أول لقاء ليهم خارج البلد، ايه اللي حصل في البلد وكان دوركم ايه وكنتوا انتم موافقين على الكلام ده. طبعا التأييد اللي خرج، يعني في ممثلين في حركة التغيير دي في ميدان التحرير، رياضيين كتير راحوا وشاركوا بشكل فعال وكان ليهم رأي وانا رحت. احنا بنشوف دلوقتي حضرتك ان احنا الناس في الانتخابات بتموت بعض عشان مصلحته الخاصه، يا ريت يموتوا بعض عشان مصلحه البلد، ودي اللي ناقصه لينا هنا بالذات في مصر. اعتقد يعني ان 25 يناير المفروض انها تاثر بشكل ايجابي جدا، بس هتاثر بشكل ايجابي ابدا بنفسك. كل واحد عنده مسؤوليه كبيره جدا، ما يبقاش مهتم ان هو يصلح الكون، اصلح نفسك الاول. واعتقد ان المفهوم ده كان واصل بشكل كبير جدا، رغم ان الفتره اللي فاتت كانت فتره صعبه، لكن كل واحد كان مهتم قوي ان هو اي سلوك كان شايف ان هو سلوك مش مظبوط، اي تصرف، اي كلمه، بدون اي رقابه كان بيعمله بشكل كويس قوي، بشكل نموذجي. لو استمرنا بالشكل ده اعتقد ان هيبقى في تقدم شديد قوي. رغم كل شيء لم يتوقف دور النادي الاهلي عند حمله التبرع بالدم، بل دعا مانويل جوزي المدير الفني لفريق النادي الاهلي لحمله اخرى للتبرع ماديا لضحايا الثوره.